لطيف مواضيع انت خفيف هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة سريع شريف حواري خفيف مواضيع انت خفيف ما هو اصلا نظيف لطيف صغير وكبير جديد وقديم اربعة سريع شريف الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف مزيكا وفنون الموضة اليوم مطعمنا أكله خفيف ثقافة وحضارة مواهب جبر أربعة شارع شريف انت مين مش حجري وراك لو انت ايه مش هترجاك لو انت مين مش حجري وراك لو انت ايه مش هترجاك لو انت مين مش حجري وراك لو انت ايه مش هترجاك لو انت مين مش حجري وراك لو انت ايه مش هترجاك لو انت نار انا ميه لو انت اسوى انا حنيه لو انت نار انا ميه لو انت اسوى انا ايه لو انت غنوه انا مواه لو انت رحله انا رحاه لو انت جرح انا مداوي عاشق يا عينوي مغناوي يا باي لو انت مين مش حجري وراك لو انت ايه مش هترجاك وحياة زمانك وزماني لا تروح وترجع هنا تاني وحياة زمانك وزماني لا تروح وترجع هنا تاني وحياة زمانك وزمان لا تروح وترجع هنا تاني وتقول لي آسف أنا ندمان وبالدموع تتركاني ويا ضيق لو انت نار أنا مية أيوة بقى لو انت نار أنا مية لو انت أسوأ أنا حنية نتمنى العام الجديد يكون عام حنين علينا كده وطبطب علينا شويه. اتمنى تتبسطوا عندنا النهارده في 4 شارع الشريف. عندنا النهارده حاجات حلوه قوي ومعجنات مع اميره. اهلا اهلا. عامله ايه؟ الحمد لله. بهراني بالمرايه اللي انت جايباها عشان راس الشنا وكريسماس. تحفه. طول عمرك انيقه. مبسوطة؟ قوي. عاملة النهاردة حاجات في شعرك. بوجودي بوجودي. هو ده البوجودي؟ بوجودي بوجودي ما اعرفش. في اكستنشن ولا خلاص؟ لا. خلاص؟ مفيش البواريك والحاجات؟ لا 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 لا. كله لطيف؟ طبيعي طبيعي. عام 2021 كان عندك كمية بواريك غير طبيعية. شكلك بعتيها. السنة الجاية. طب عاملة ايه النهاردة بقى؟ عاملين فطاير برضو بمناسبة رأس السنة والاحتفالات بتاعت الأيام دي والأعياد. الأولانية باللحمة الباردة واللي هي الحادق يعني فطيرة باللحمة الباردة والجبنة الفلامنك والدانش عاملينه بطريقة مبسطة وظريفة كده. عايز أسألك سؤال. أيوة. أنت شاطرة في العربي؟ لا. فطير بالطه ولا بالته؟ لا بالطه طبعا. ما انت بتقول ليه بالته؟ لا لا فطير. في ايه؟ فطير. بس انت فاهمه مش اشكي. انا مش لازم تبدي بوزك خلاص خلاص. طيب بعد ما نخلص مع اميره فهمي عندنا النهارده اخبار تورنيدو والنهارده هنتكلم عن اخر اخبار تورنيدو والفرن الكهرباء. فرن الكهرباء الخاص بتورنيدو يجنن في الحقيقه وبيطلع لنا احلى اكل. الاكل اللي متساوي مظبوط جدا بيطلع في الحقيقه من فرن تورنيدو.
بعد كده عندنا النهارده في فقره الورشه هنشوف حاجه حلوه قوي قوي قوي. اول ما شفت الصور بصراحه انبهرت. عندنا النهارده استاذه دينا طلحه مؤسسه مشروع ستيتش باي دينا طلحه، برحب بيها اهلا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله حلو. منوره. ميرسي. انا نطقت الاسم صح؟ اه مظبوط. إيه اسمي ولا ستيتش؟ كله. لا تمام. ستيتش دينا اللي هي الغرزه؟ اه. اوكي. انت كل ده بالايد؟ اه. فعلا؟ كومبليتلي بالايد، ما فيش اي ماشين. وانت اللي بتعمليه بايدك ولا معاكي ناس؟ هو انا ابتديت الاول كنت انا لوحدي الحقيقه بعمل كل حاجه، وبعدين دلوقتي كبر شويه التيم بقينا اربعه. ما شاء الله، حاجتك تجنن، أول ما شفت الصور انبهرت. ميرسي. هننبهر النهارده، منورانا. ميرسي. أهلاً وسهلاً بيكي، كل سنة وحضرتك طيبة. وأنت طيب. طيب بعد ما نخلص مع أستاذة دينا، عندنا ضيفة جاية لنا مخصوص من اسكندرية، هتعلمنا يعني إيه يوجا. اليوجا بالنسبة لي شيء عظيم ومهم، بيساعد الواحد في الحياة إن هو يكون أحسن، وإن الواحد يعرف ذهنه كده يكون ميراكلس زي ما بنقول كده بالبلدي. خلينا النهارده نرحب باستاذه مدربه اليوجا استاذه مي صقر. اهلا يا مي. ازيك يا مي؟ اهلا بيك. اخبارك ايه؟ الحمد لله. انت منوره. بنورك. ومشرفه. شكرا. وميرسي انت جايه مخصوص من اسكندريه. شكرا. كل سنه وانت طيب. يعني ايه يوجا؟ يوجا يعني اتحاد، يونيون، اتحاد البادي والمايند والسول، الجسد والعقل والروح. ده اصعب حاجه في الدنيا ان هم يتحدوا. طبعا. لانهم لو اتحدوا الواحد هيبقى فرحان، مش كده؟ هيبقى احلى حاجه في الحياه. هيبقى احلى حاجه في الحياه. منورانا النهارده، هنلعب يوجا بقى للصبح معاكي ان شاء الله. عندنا كمان النهارده مزازيكي مع مطربنا حسام حسني. ازيكم يا حلوين؟ الحمد لله يا حبيبي. انا لقيتك بقى بتلبس بليزرات قلت اقلدك. ايوه بقى. لا رحت صرفت شويه. ده احنا اللي بنقلدك يا بس. يا ولد يا ولد، بس ايه رايك؟ ده احنا اللي بنقلدك. ايوه. شفت الورده الحمراء؟ طبعا. فالنتاين خالص. ايوه. طيب هتغني ايه يا استاذ؟ دلوقتي الرمان بقى. كينج محمد منير. طبعا. الاغنيه اللي انت غنيتها الاول اللي لو انت نار انا ميه الاستاذ عادل الخضري. طبعا. هو ما بيغنيش كتير؟ لا هو تقريبا الوقت موجود بس لسه ملوش اغاني جديده يعني. هو بس الاغاني القديمه بتاعته. طب احنا بنقول له يغني عشان تاني عشان اغانيك حلوه قوي، لو سمحت تغني تاني من فضلك. طب هنسمع دلوقتي حاجه للكينج. يلا بينا. الرمان، وبعدين هاخد فاصل بعد الفاصل نرجع لكم في الريستوران مع اميره نعمل الدانش والمعجنات الحلوه. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان، اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان، ما تتحرش ولا تجري ولا تتزقش يا رمان، ولا تيجي على حجري لا تشرب قسوة الحرمان، ما تتحرش ولا تجري ولا تتزقش يا رمان، ولا تيجي على حجري لا تشرب قسوة الحرمان، اوعى بلاش تجري ولا تيجي على حجري يا رمان. عشقت من غير سبب، عرفتني منفعة، علمت قلبي الأدب سنتين تلاتة أربعة، عشقت من غير سبب، عرفتني منفعة، علمت قلبي الأدب سنتين تلاتة أربعة، عسى الزمن وخلاص أهو بقى
من حب مين اتزع اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان اوعى بلاش تجري يا رمان ولا تيجي على حجري يا رمان أنا بحب الدانش قوي، بالذات اللي إيه اللي عليه بتاع الحمرة دي، وساعات بيبقى ملفلف كده وعليه زبيب. أنتي بتحبي الدانش؟ جدا. أنتي ملكة في الحاجات دي. حياتي. معجنات ما أقولكيش. حياتي. كل سنة وأنتي طيبة يا روحي، سنة حلوة عليكي. إن شاء الله وعليك وعلى كل أهل البيت وصحابك وكل أهل البيت اللي هم المصريين كلهم. أيوة. إحنا كلنا في بيت واحد. صحيح. أخبارك إيه؟ زي الفل. أنت كويسة؟ جدا. حلو الروج الأحمر. روج باكل ثلاثة في اليوم. زمان الروج كان بيبقى صوابع الروج اللي بتلف دي. أيوة. دلوقتي إيه بيقول لك بالفرشة. أيوه. أنت إيه فرشة ولا لا ده روج. بتاع زمان؟ آه. موضة قديمة زي. آه دي مرات ابني اللي جابه لي. والله؟ آه. مرات ابنك بتجيب لك حاجات؟ أيوه. بتدلعك؟ آه كانت بارة. ما شاء الله. طيب قولي لي أخبارك. حلوة. أنت عاملة حاجة النهاردة بأبو فروة ولا إيه؟ إيه لا انا بحب ابو فروه بحب احطه في كل حته في كل مكان. طب انا حشاور تقول ايه ده؟ دي فطيره باللحمه البارده والجبنه الصفراء. اه سهله قوي وشكلها حلو. وايه الصوص اللي في النص ده؟ ده صوص احمريقه هو عباره عن كاتشب بس انا حاطه له شويه حاجات. هو ازاي الصوص وصل العجينه والعجينه ما شربتوش؟ بعد ما عملت العجينه كلها حطيت كوبايه في النص واتخبزت بيها ولما طلعت شلت الكوبايه وحطيت بقى الصوص في النص. ايوه ازاي العجينه ما شربتش الصوص ده؟ لانه المكان نفسه واخد مكان الكوبايه فالمسامه اتقفلت. دي بقى الدانشات. دي الدانشات بجميع انواعها انواع اشكالها. ايوه اشكالها. طب عايزه تبتدي بايه؟ نبتدي بالحادق. يلا 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 يا جوجو. فطيره اللحمه البارده والجبنه 4 كوبايات ونص دقيق مخبوزات، معلقتين كبار سكر، كوباية لبن رايب، معلقة كبيرة خميرة، ونص كوباية زيت، ونص معلقة صغيرة ملح، ومعلقتين كبار زعتر. الحشو بقى شرايح لحمة باردة وجبنة فلامنك مبشورة أو شرايح، وللوجه صفار بيضة نقطة خل. عايزة تبتدي يعني خلاص؟ قد ما قاعدين نخش على طريقة التحضير. أيوة. يلا يلا. بتكلم النهارده زي اسمه ايه ده؟ ها؟ ده اللبن الرايب. هنحطه هنا؟ بس هحط عليه الأول الخميرة والسكر وهسيبهم مع بعض يخمروا لمدة ربع ساعة بس ايه نتأكد انه الخميرة بتاعتنا شغالة. يا بنتي وهنضيفهم وهنقلبهم كويس ونضيفهم في العجان بتاعنا. العجينة دي ظريفة قوي ما فيهاش قصص. دي عجينة الايه؟ دي لا دي عجينة عادية عجينة اللبن الرايب ما عاملينها باللبن الرايب بس. حطينا السكر والخميرة على اللبن الرايب. وبعدين هنحط بعد ما عرفنا انه الخميره بتاعتنا عملت فقاعات واختمرت مع اللبن الرايب هنحطها في العجان مع السكر وهنضيف الدقيق الزيت نص كوبايه زيت. خلاص انا عندي 4 كوبايات دقيق 4 ونص. الدقيق بقى ده شغلتي انا بقى. الدقيق بقى ده شغلتي. كل ده حبه 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 لغايه اما العجينه تتماسك. العجينه بتاعتنا لما تتماسك هنسيبها تخمر لمده ساعه ونص بس احنا في الشتاء ممكن ساعتين ويتضاعف الحجم بتاعها. ساعتها هقسمها لثلاث قطع هفرد كل قطعة حوالي 40 سنتي أو 50 سنتي القطر بتاع العجين. ثلاث قطع كفاية دقيق؟
لا لا بدات ما تلم لم لا ما يلمش هي لزقت في الجناب تاني. حطينا ايه من الاول؟ حطينا اللبن الرايب في بوله وحطينا عليه الخميره والسكر. اول ما اللبن الرايب عمل فقاعات عرفت ان الخميره بتاعتي كويسه واختمرت وبقت كويسه، حطيتها في العجان وضفت الملح والزيت ونزلنا بالدقيق شويه بشويه لغايه اما العجينه بتاعتي تلم من الاجناب وتبقى طريه. هنسيبها تختمر لمده ساعه. هي ما اتفتتت؟ اه لا خلاص. بص بقى لو حسيت، ما انا قصدي مش شايفه، لو حسيت انه العجين بتاعي عايز شويه سوائل ممكن اضيف ميه. ضفت شويه ميه، بضيف ميه بس بالمعلقه علشان بس انا ضفتها كده هيستوي تاني. العجينه خلوها طريه شويه. اه اوكي ورينا بقى بعد كده هتسيبها تهدى بقى. اه هنسيبها بقى تختمر لمده ساعه، ساعه ونص، ساعتين، وبعدين نقسمها على ثلاثة. بعد ما تختمر هنقسمها على ثلاثة ونسيب الثلاث أجزاء دول يختمروا تاني، يعني نسيبهم يتخمروا لمدة ربع ساعة بس أو يستريحوا لغاية أما أجهز بقى إيه الحشو بتاعي. هاخد جزء من بعد ما قسمتهم على ثلاثة بحط لهم دقيق وبغطيهم كويس بكيس نايلون، وده الجزء الثالث. هما ثلاثة، الثلاثة قد دول بكورهم وبعملهم كل كرة منهم يعني وبعدين هفردهم خالص، يعني هفردهم فرد لغاية ما تبقى تقريبا نص سنتي. براحتك، تيك يور تايم. انا فردت واحدة، لا فردت اتنين. دي مية؟ ايوه. انا حطها مختلفة اوي العجينات. لبن رايب، لبن رايب. بس لو حاجة اتعملت كده نفردها دي ايه تاني عشان تتفرد معايا بس ايه بسهولة. اوكي معلش. وانا فردت التلات اجزاء، كل واحدة بفردها بحط لها دقيق من تحت ومن فوق وحاسبها ترتاح لغاية ما افرد ايه الجزء التاني. انا فردة اتنين اهو. اوكي نجيب الصينية. اي واحدة؟ لا مش صينية دول. هتعرف تجيبهم؟ فضلت الياسين وقعهم ولا مش هم؟ ايوه موقعهمش، هو لقيت شكلهم اتغير بس زيك بالظبط. انا ممكن اخد واحده واحده يعني. ايش اقول؟ يبقى علمني. ها خلاص انا فردتها تقريبا القطر بتاعها 50 سنتي وفردت الاثنين التانيين. هناك هو ده. هاتي دي تعزق تاني ولا خلاص؟ لا خلاص خلاص. جميلة ابيض يعني. دي اهي هقوم جايبه الورقه. هتحشي ها؟ اهو حتى دي كده هقوم جايبه اللي انا فردتها. عايزه الورقه ولا خلاص؟ لا خلاص هقوم فرديها. انا بس فردتها قبل عشان ما تاخدش وقت طويل. بعدين وبعدين عايزه ايه؟ فرشه ميه. بس بسيط كده عشان تلزق في بعض. تلزق في بعض بالظبط. بسيط مش كتير. مش كتير. اللبن الرايب، اللبن الرايب رهيب. وبعدين هنرص. انت اللي عامله اللحمه دي؟ اللحمه البارده. لا دي بقى جاهزه. يخبتك. بص انا بعمل ايه بقى، ساعات بعمل عرق الروستو وبعدين بوديه للراجل واقول له ايه يقطعه لي.
ليه؟ علشان المكنه بص بتقطعه حلو ازاي. ما فيش كده بالكهرباء؟ اه بس مش حلوه زي بتاع الراجل. الراجل بيعمل بص هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هناخد بقى الثانيه. وهنظبطهم قد بعض. هنظبطهم ايه؟ قد بعض. انا بتريق عليك. لا ايه والله ما باخد بالي خالص، انا مع نفسي كده. هذا مش بتاعت الزمن ده. مش اه مش بتاعت الزمن ده. هو لو انا بقطع الزمن ده يا اختي؟ لا لا انا ولا انت. انت مكتئبه ولا ايه؟ احنا سنه جديده. لا 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 زي الفل زي الفل زي الفل. ميه تقولي لي علشان تلزق في بعض، ولما اجي اقطعها ما تضايقنيش. كمان 20 سنه من دلوقتي مش هيبقى فيه الاكلات دي على فكره. هيبقى فيه ايه؟ ما هياكلوا اكل الكترونيك في الغالب. حاجات زعل والله. احنا شفنا الزمن هو بيتغير. مش لازم تستخدموا الاستخدامات بتاعتي، يعني ممكن تستخدموا اي حاجه تانية، بس انا حبيتها جدا وهي بالشكل ده. ده ايه ده؟ دي جبنه. هما اتقطعها كده غير انا مقطعها كده. اوكي شكلها حلو. شراشيب شكلها حلو. البق بياكل قبل العين. بدي حاسه هيبان حاجه منها. واحنا بنعملها واحنا بنشتغل فيها بتبقى خلاص. نحط دول بقى كمان وخلاص. ميرسي ميرسي. هناخد بقى الجزء الثالث اهو. وهفرده كويس وهلزق. هقفلها بقى. ايوه خدت بالك يا معدوي؟ خد بالك. هلزق يا رب كرشك ينزل العام الجديد انت وشهاب. عندنا بقى القطاع العجله بتاعتنا. هلزقه بقى كده عشان نشتغل. نقسم بالنص مظبوط. يا رب يطلع بس صح. لا اسمه صح. مش واثقه في نفسك؟ لا ما انت اصلك دقيق اكتر مني بكتير. انا دقيق؟ جدا. انا غلبان. لا ما انت غلبان بس انت دقيق. قالت انا غلبان الحمد لله. اطيب اطيب. عايز الميه دي؟ في الدنيا. عايز الحاجات دي؟ ايه لا خلاص. قسمتها على 8 قسم مظبوطه. قسمة الحق اهي. وبعدين هلزقهم كويس تاني. وبعدين هاخد خط في نص كل واحدة مش للآخر كده بس كده. انت قطعتيها عشان ناكلها يعني؟ لسه ما استويتش يا أميرة. انت بتعملي ايه؟ كله مش للاخر. ها خدتوا بالكم مش للاخر. نجيب بقى الصينيه. نجيب الصينيه وناخد واحده. خلصتي؟ لا عايزه اقسمها. هعمل ايه بقى؟ ايه بقى؟ هعمل كده. هتطلعيها من نخششها. بص كده. خدتوا بالكم انتوا من الحركه دي؟ ماشي. بعدين هقسمها كده كمان كده. اوكي بعدين هقوم فتحها تاني كده. دي صعبه قوي مش سهله. طيب نعمل واحده تانية كده في النص. لا هتعمليهم بقى دوري. عامله زي النجمه. طب يلا ورينا اللي بعدها. نعمل واحده تانية. هنعمل كده كده وهنطلعها. طلعها هتلفها حوالين نفسها. والجزء التحتاني هربطه ببعضه. ماشي. وبعدين الجزء ده هفتحه وهقلبه عشان تبقى عامله بس زي النجمه. لا نعمل واحده تانية حاجه بس تبقى ايه نفصلها كده اهي. هنعمل كده نقلبها كده. ودي هتحطي عليها بيض؟ ايوه ايوه.
وهنقفلها من تحت أقلب كده. ده ايوه قول يا جوجو كده. هحط على البيضه دي حاجه خل اهي نقطه خل بليز. يلا احنا تاخرنا بيزعقوا لي جوه. يلا بيقول لي هنرفدك. لا هنعمل بقى كده هنرصها هنرصها في اهي و... بص بقى هنحط في النص هنا طبق او بضايه. الزعتر نسينا نحطه. الزعتر بيتحط مع الجبنه عامه. ليه نحط بضايه؟ عشان الصوص ده. عشان هنا المفروض ان احنا نحط طبق فاضي او طبق فاضي هنحطه كده بعد ما نركبها. هو فاضل اللي هنا هنحط كده وهندخلها الفرن على طول في وقتها لمدة نص ساعة أو 35 دقيقة لغاية ما الوش ياخد كله لون واحد اللي هو لون الذهبي. طيب بس خلاص يلا هقولك بقى خبر حزين. قولي. مش هنعمل الدانش. ليه؟ هنعمله الحلقة الجاية. طيب يلا ماشي خلاص. هتزعلي هتعيطي. لا 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 خالص بالعكس. We love you. لا 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 خالص. We love you. فالحلقة الجاية مع أميرة هنعمل لكم دانش. الدانش. وريني بقى كده بتحط بتخش الفرن قد ايه؟ بتخش فرن من 30 ل 35 دقيقة لغاية ما الوش يبقى لونه ذهبي. ورونا بقى شكله. درجة حرارة 180 اهو. حلو قوي. بشكرك. ثانك يو سي. ميرسي يا ميرسي. كل سنة وانت طيبة ومنورانا دايما. ميرسي حبيبي. انا طيب تعالوا بقى نسمع دلوقتي اغنية للعندليب عبد الحليم حافظ بصوت مطربنا حسام حسني، وبعديها نرجع نشوف اخبار تورنيدو واخبار الفرن الكهرباء. ميرسي يا اميه. مزيكا. اخبار تورنيدو النهارده هنتكلم عن
فرن التورنيدو. والفرن اللي هنتكلم عليه النهارده فرن عملي جدا. احنا متعودين ان الفرن ممكن يكون دايما بيكون في المطبخ. الفرن اللي هنتكلم عليه النهارده ممكن يكون في المطبخ، ممكن يكون في السفره، ممكن يكون في البلكونه، ممكن واحنا مسافرين ناخده معانا المكان اللي احنا رايحين فيه. انتوا متخيلين؟ يعني فرن موبايل، يعني يتشال ويتحط في اي مكان، خفيف جدا، بيوفر في الكهرباء، بيعمل كل حاجه، مخبوزات، عايزين نشوي فرخه، عايزين نشوي لحمه، عايزين نعمل اي حاجه، صينيه بطاطس، صينيه مكرونه بالبشاميل، ماشي، فظيع بصراحه. وبهاري ان هو خفيف قوي، وممكن نشيله زي ما قلت لكم نحطه في اي مكان في البيت، او نسافر بيه رايحين الساحل وما عندناش هناك فرن في بيت الساحل هناخده معانا، رايحين مش عارف فين، رايحين عند ناس وعارفين انهم عاملين عزومه وقالوا لنا هاتوا معاكم الفرن تورنيدو اللي عندكم عشان هنسوي ونسخن فيه حاجات هناخده معانا، فهو فرن عملي جدا. طيب الفرن العملي ده 1800 واط زي ما قلنا، وفي منه احجام كتيره قوي، 46 لتر، 48 لتر، 55 لتر، 66 لتر، وشكله حلو جدا. وفي في الحقيقه ميزات كتيره، طبعا بينور، في لمبه لما بنشغله، في شواية اللي بتلف وبتشوي لنا الفراخ، في رف، في رف الستينلس كمان سهل قوي في تنظيفه وفي صيانته. تعالوا كده نتفرج مع بعض على الفرن. هنا ده الحجم الاكبر، ده 48 وده ال 46. هنفتحه كده اهو، جوه في الشوايه بتاعتنا اللي بتحط فيها الفرخه وبتلف، وهنا في الحامل بعد ما الفرخه بتخلص شوي بنشيل الحامل ده ونطلع عشان ما يتلسعش، وفي هنا كمان المساكه دي عشان اي حاجه جوه، هنا بنشيل الصواني دي بالمساكه بتاعتنا ونطلع كده خلاص. طيب الفرن بقى ده زي ما قلت لكم طبعا في كذا، هنا ال 46 لتر في ازاز واحد، ال 48 دبل في اثنين ازاز. هنا بقى اول بكره فوق في المسؤول عن درجه الحراره، من اول اللو لغايه من اول درجه حراره 45 لغايه درجه حراره 250. هنا بقى في عايزين نعمل ايه؟ عايزين هنا في، احنا قلنا هو في مروحه، وطبعا المروحه بالذات الناس اللي بتعمل كيكه عشان الكيكه تطلع حلوه بنحتاج فرن فيه مروحه، هنا بنشغل المروحه، هنا بنشغلين الشوايه والفرن من تحت مع المروحه، هنا الشوايه مع المروحه، هنا من غير المروحه فوق وتحت، هنا بتلف بتاعت الشوايه بتاعت الفراخ، مليان اوبشنز في الحقيقه. هنا كمان في التايمر من اول زيرو لغايه 60 دقيقه ساعه، اوبشنز كتيره قوي زي ما قلت لكم، خفيف جدا اهو، بصوا دي بالنسبه لي ميزه مهمه. الحجم الاكبر منه في كل الحاجات اللي قلناها، زياده عليها ان هو الزجاج بتاعه دبل، ده فرن تورنيدو الموبايل اللي هو بيتشال زي ما قلنا في اي مكان ناخده معانا. برضه هنا نفس القصة، في الصينية، في الشبكة بتاعتنا، في الشواية اللي بنشوي فيها الفراخ، ونفس الحاجات في البكر. قلنا الأحجام الموجودة في الفرن مرة تانية هقولها، 46، 48، 55 و66 لتر اللي شفناهم النهاردة معانا، ال 46 و48 لتر. طبعا لوحة التحكم الخاصة هنا من الستانلس ستيل، الصاج الخارجي مقاوم للصدى، فلو بناخده الأماكن الساحلية وكده هيبقى هينفعنا جدا. 1800 واط بيوفر طبعا في الكهرباء، وزي ما قلنا في مروحة داخلية لتوزيع الحرارة في الفرن، وده طبعا بيسوي الأكل أحسن وأحسن. دي النهاردة قصتنا كده مع تورنيدو وفرن التورنيدو الخفيف اللي قلنا ممكن نحطه في اي مكان في البيت، ممكن يبقى عندنا ضيوف قاعدين في البلكونه وعايزين نعمل طبخه كده، نعمل حاجه نخبزها، نعمل فرخه مشويه واحنا قاعدين في البلكونه، ده في الصيف طبعا مش في الشتاء اللي احنا فيه، ممكن ناخده معانا الساحل، اي بيت اخر، جيراننا مزنوقين في فرن هنسلفهم في الفرن ده لو عندهم عزومه، يعني ليه ميزات كتيره جدا جدا، وده فرن تورنيدو. خلينا نشوف فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل مع باقي سكان الشارع، خليكم معانا لو سمحتوا.
الخيوط الملونة فظيع. وعايز اقول لكم حاجة، اول ناس في التاريخ عملوا الشغل ده هم المصريين، من اول بقى المصريين القدماء، والموضوع قعد يتطور 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 لغاية لما وصلنا للغرزة اللي بيسموها دلوقتي الأوبيسون والكنافا والحاجة، وطلع منها بقى الكنافا والكلام ده. والأوبيسون ده اللي بدأوه الراهبات في القرن الرابع الميلادي في مصر، وكان بيجي فرنساويين كتير مصر وكده، وشافوا الشغل بتاعهم واخدوا مجموعة من الراهبات في مصر ودوهم في مدينة صغيرة اسمها أوبيسون في فرنسا، وابتدوا يعملوا الغرزة دي ويطوروها على النول. ومن كتر ما هي قيمة وغالية والمصريين هم اللي اخترعوها، بقوا يعملوا عليها المعارك الحربية الخاصة بالملوك، ولما الملك يكسب يعني معركة يعملوا له قصة المعركة على لوحة ويهدوها له يعلقها في القصر بتاعه، اللي هي المعلقات التابستري. وبقى الغرز دي بقى قعدت يعني بقت موجودة في العالم كله، بس المصريين هم اللي طلعوها. ولو كل واحد فيكم قاعد كده يبص في حاجات جدته هيلاقي مفارش كده صغنطوطة، هيلاقي شربات صغنطوطة، هيلاقي كيس الفلوس بيقولوا عليه بوك، كله مشغول بالإبرة والفتلة. وكانوا الجدات هم بنفسهم اللي بيخيطوا الحاجات دي، وكانت لازم تبقى في جهازهم، وكان لازم هم اللي يبقوا عملوها بإيديهم من عندهم 12 13 سنة، يبتدوا إيه يخيطوا الحاجات دي ويعملوا جهازهم بنفسهم. فأنا أول ما شفت الحاجات النهاردة شفت صورها الأول، بعد كده شفت الديزاينر اللي معايا، الفنانة اللي معايا، وشفت حاجتها، افتكرت حاجات جدتي الله يرحمها اللي أنا يعني عندي شوية حاجات منها حاططها كده مبروزها من كتر ما أنا خايف عليها. خلونا مرة كده نشوف حاجات حلوة قوي النهاردة مع أستاذة دينا طلحة، مؤسسة مشروع ستيتش باي دينا طلحة. أهلا بيكي. أهلا، إزيك؟ إزيك يا باش مهندسة؟ الحمد لله. أنت أصلا أيوه. مهندسة معمارية؟ آه. طب إيه بقى علاقة الهندسة المعمارية بالإبرة والفتلة؟ طيب الأول خالص زي الانترو اللي أنت كنت بتقولها، أنا فعلا مامتي كانت بتشتغل أوبيسون وتريكو وكروشيه، وهي سبب أصلا إن أنا بحب الحاجات دي، بس كان في الباك جراوند كده يعني مش موجود خالص. وعادي دخلت بقى هندسه، ودايما كنت بقعد اتفرج عليها وحابه ان انا اعمل اي حاجه بايدي، بس مش عارفه ايه بالظبط. وبس في يوم كده قررت ان انا لا، انا عايزه اعمل حاجه بايدي، فقررت ان انا اتعلم الامبرويدري. انا سيلف توت على فكره، قعدت على اليوتيوب وقعدت اتعلم. موقف برضو ظريف، كنت بكلم جوزي وقلت له انا على فكره انا هتعلم التطريز، قال لي هو انت بتعرفي تخيطي اصلا؟ قلت له لا الحقيقه انا ما بعرفش اخيط. ملوش ما انا بالظبط هو ده اللي انا رديت، قلت له لا على فكره هو ملوش علاقه. وفعلا قعدت اتعلمت وبس. طلعت الشغل ده؟ اه. كل ده بايدك؟ كل ده بايدي. برافو عليك. طيب اصل احنا مفتقدين، عارفه كمان اللي عاجبني في شغلك ايه؟ البساطه. لان الشغل ده كل ما يبقى بسيط وقليل في القطعة كل ما قيمته بتزيد. يعني احنا شايفين دلوقتي مع بعض على الشاشة الإشاربات، وحواريكم دلوقتي واحد منهم. يعني لو مسكنا مثلا الإشارب ده أهو الأبيض، في ناس يروحوا إيه عاملين الشغل ده من أول إشارب الآخر بالظبط. يعني بصوا هنا كله فاضي 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 مفيش، وفي الآخر إمضى، تحسنا إمضى حاجة جميلة وبسيطة وسريعة. والناحية اليمين غير الناحية بالظبط. أنا كنت لسه هقول لك أنا ما بحبش الفلترية. شفت أنا ملاحظ شغلك؟ أيوه برافو عليك. شفت الجمال؟ وهنا بقى إيه، اشرحي لنا بقى اللي أنا شايفه ده. ده باتش ورك على بالظبط اللي هو اسمه أبليكي، إن إحنا بيبقى قماش على قماش، وأنا مدخلة بقى كمان الإمبرويدري فيه، التطريز، مش مجرد بس قماش وقماش، لا أنا عاملة شغل في القماشة نفسها. أوكي. تحفة. يسلم ايديكي. ميرسي. جوزك غار منك في الاخر؟ اه. طلع غلطان. طلع غلطان، طلع ما اكتشفش مراته بقى ايه انها بتعرف انها فنانه. طب هم بتوع هندسه دول اصل بيطلع منهم حاجات كده، انتوا مستاهلين. أيوه. هنا برضو بصوا بصوا جمال الورده والبساطه برضو في نفس الوقت. كل والالوان على فكره مهم جدا، اختيار الالوان وتنسيق الالوان حاجه مهمه. لا خليني اهنيكي على الخامه. أوه. الخامتين ونعمه جدا للبنات المحجبات والغير محجبات بالظبط. يعني كله، وفي الصيف ممكن يستخدموا كشميو، يعني بالظبط ليه استخدامات كتيره قوي، كل واحده حسب ثقافتها بالظبط اللي عايزه تستخدمه بيه بالظبط. ما بتعمليش حاجات رجالي؟
تعملي الجاني بقى. هعمل. بصوا جمال ده بقى تحفة تحفة تحفة. وهنا البني. لا انتي انتي انت انا هشيه جوه حاجة اصلي عشان ينفش. بصوا للجمال الالوان بالظبط. هو انا كمان مختارة كمان الاحمر والاخضر كمان علشان الكريسماس الايام دي. بلس ان فرق الجرزة يعني ممكن تكون نفس الرسمة ونفس الديزاين بس الجرزة بتفرق. دول ايه بقى؟ دول ممكن يكونوا كفر. مش ده البوك اللي انا قلته بالظبط. بس بقى دلوقتي علشان احنا مش بنحط الفلوس قوي بالموبايل. بالظبط الموبايل او النضاره والكريت كارد بالظبط. عشان الشباب بيحبوا يقولوا كده بالظبط مش هيفهموا ايه البوك. بنتطور بنتطور. ايه البوك كان الفلوس اللي فيه ليها بركه بركه. انت شكلك من بتوع زمان زي ما انا متاثره جدا بمامتي. طيب بصوا بقى تعالوا نشوف برضو الثلاث بوفات اللي هناك. رائعين في الحقيقه. وبعدين ميزتهم يمشوا مع يعني لو حد حاطط عفش فرنساوي هيمشوا انجلش هيمشوا مودرن بيت ساحل الكلام ده كله يمشي بالظبط. هو اول اتنين دول هم على فكره نفس الديزاين بس هم الألوان. مختلفين بالظبط الالوان. فاول واحد اللي هو الجراي يديك احساس برضو السمر هاوس ممكن ليفينج. التاني عشان الوانه بني بقى وكده فتدي شويه ممكن صالون اللي في النص كده ما يبقاش وانت عامله كل رجل لون دي بقى يعني انا بحب اعمل حاجه مختلفه. ورونا الاخراني اللي هو فيه قطعه صغيره اهو. ايوه تحفه. هم اول اتنين برضو نفس الستايل السكارف اللي هو الباتش وورك او الابليكي ده لا كله امبرويدري كله. طيب انت كمان عامله البرانيت بتاعه الاباجورات الشابو في واحده جنبك اهي. بالظبط الوان درجات الموف والموف لا يهبل بالظبط. بصوا فظيعه. وبرده اللي ورا حضرتك دي مكسيكان بقى ستايل خالص. تجنن تجنن تجنن. دي شغلها تقيل شويه الوان كتير بس في نفس الوقت برده يعني حلو قوي قوي قوي. وعامله حاجات كريسمس ونادرا نلاقي حاجات كريسمس معموله في مصر بالايد. في عندنا الخداديات وهنا بقى اهي حلوه البومبونات دي بالظبط الشجره اللي هي الكوار اللي جنب بعض. وعامله كمان اللي هي التيبل ماتس اللي بتحط على الترابيزات. هنا في الاحمر والاخضر عليها الجرز والنجمه. دي ده شغل تريكو. تريكو بتعملي بايدك والله؟ لا دي غرزه ثانيه خالص. لا ده حاجه ثانيه مش انا لا. بس انا اللي حاطه الفكره والديزاين. طب هما دلوقتي جايبين الحاجات اللي على الشجره ده ايه بقى؟ برضه حاجات كريسمس. دي هوبس ممكن تتعلق على حيطه. ممكن تتعلق طبعا دي علشان الكريسماس فبتتعلق على الكريسماس تري. في بقى منهم مقاسات طبعا كتير دي انا عاملاها صغيره عشان الكريسماس تري تحفه. بس في ممكن نوصل لغايه 30 سنتي وحاجات كده تتعلق على الحيطه. جاري ممكن بقى تجيب لي الحاجات اللي على ايوه المفارش. ايوه اهي شكرا. المفارش دي تحفه. طيب نزلوا لنا بقى الفيسبوك والانستجرام على الشاشه الخاص بستيتش باي دينا طلحه وستيتش اللي هي الغرزه. انت اخترتي الاسم علشان كل حاجتك غرز بالظبط. هي كلها غرز. انت محسوده؟ عشان العين. بص انا مش تقليديه خالص فبحب اعمل حاجات يعني اوت اوف ذا بوكس. واي فكره بتجيلي بحب اعملها وما بحبش اكرر نفسي يعني. انا عايزه اوري الناس ال دي برضو ابليكيه برضو الاثنين. هوريهم بس الخدادات. خليكي قاعده. اوكي دولت برضو اللي كنا ماسكينهم في الانترو بالظبط اهم. هاتهم لي وهاتوا اللي عليها العصفوره تحفه. دي الابليكيه بالظبط صح. وهنا دولت بقى بيفكروني بالحاجات الجريجي. دايما كانوا يعملوا الازرق بالابيض. انا بحب جدا الازرق في ابيض. اهو برضو. انت ما بتعمليش هدوم؟ على خفيف بس مش وهنا قوي. هو ده ايه؟ ده بصراحة بص بتاع العقادين بالظبط اللي هو العقادة صح؟ بتعمل بيه دورت عليهم لغاية ما لقيتهم عشان كنت عايزة أعمل الديزاين اللي في دماغي. ظروف الكنب بالظبط والستاير والحاجات في دي. روحي طنطا هناك حاجات فظيعة بجد. والله أحلى شغل عقادة في مصر في طنطا. يا الله لا 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 أوكي مجهرين بيعملوا حاجات. الأزهر بصراحة والأزهر طبعا في حاجات فظيعة بس طنطا عندهم شوية عقادين بيعملوا شغل عقادة
واغلبيته حتى بيصدروا شغلهم لبره. شغل فعلا شغل فظيع فظيع بالديتيلز وكله صحيح. بالايد ف صحيح. شرفتينا نورتينا. ميرسي ميرسي. انا اللي مبسوطه بجد يا شريف بجد. اهلا وسهلا بالصناعه المصريه المحترمه. شكرا للاستاذه باشمهندسه دينا طلحه على وجودها معانا النهارده. ستيتش باي دينا طلحه. شفنا منتجات حلوه قوي رائعه في الحقيقه. خلينا دلوقتي نسمع اغنيه وعدني اقول ان شاء الله لصديقي ايوان وبعديها نرجع نكمل. بشكرك نورت كل سنه طيب. ميرسي يلا بينا طيب. مزيكا. شكرا. يا مالك سر الهوى والحياة، انت العمر اللي بتحلى فيه السعادة. ما بشوف الدنيا حلو من دونك، ما بترمي من دونك لا. وعدت وقول ان شاء الله نبقى العمر سوا. وعدت وقول ان شاء الله بعدك ما في دواء. وعدت وقول ان شاء الله نبقى العمر سوا. وعدت وقول ان شاء الله بعدك ما في دواء. يا مالك سر الهوى والحياة، انت العمر اللي بتحلى فيه السعادة. سحرك سبحان الحجر بيغوي. ما بشوف الدنيا حلو من دونك، ما بترمي من دونك لا. وعدني وقول ان شاء الله نبقى العمر سوا. وعدني وقول ان شاء الله بعدك ما في دواء. وعدني وقول ان شاء الله نبقى العمر سوا. وعدني وقول ان شاء الله بعدك ما في دواء. وعدني وقول ان شاء الله. برافو. اليوجا، وما أجمل اليوجا. بتصفي الذهن، تخلي الواحد كده يوصل لمراحل حلوة لو كمل فيها، لمراحل حلوة قوي إن هو ممكن يوصل بالسلام الداخلي. يعني إيه السلام الداخلي؟ الناس مش ممكن تكون مش عارفة قوي. يعني الرضا من الآخر كده، تبقى راضي عن نفسك في كل حاجة ومقتنع بكل حاجة أنت بتعملها، ومتأذيش حد ومتأذيش نفسك، فيبقى عندك سلام داخلي، فتبقى راضي فتبقى مبسوط، وهو ده سر السعادة. خلينا مرة تانية كده نرحب معانا بمدربة اليوجا واللايف كوتشنج اللي جاينا مخصوص من اسكندرية، أستاذة مي صقر. أهلا. ازيك يا مي؟ أهلا. أخبارك إيه؟ الحمد لله. أنت وباسم عصام أصدقاء. هو اللي عرفنا بيك. اللي أنا قلته في وأنت طيبة ثانك يو. اللي أنا قلته في التقديم ده أنت موافقة عليه ولا معترضة عليه؟ لا موافقة عليه. يعني اليوجا ممكن لو الواحد مارسها كتير توصله إلى السلام الداخلي اللي هو الرضا، يعني السعادة؟ وحاجات اكتر كمان. احكي لنا بقى ايه الاكتر. هي يوجا يعني ايه؟ يوجا يعني يونيون، اتحاد. اتحاد البادي والمايند والسول، الجسد والعقل والروح. الرياضه الوحيده اللي بتشتغل على الثلاث حاجات دي. تمام. بنشتغل على الجسد من خلال الموفمنت، الحركات اللي بنعملها في اليوجا والاسترتشز. وبنشتغل على الروح من خلال المديتيشن، اللي هي حاجه مهمه جدا ان الناس تعرف عنها. يعني ايه بالعربي؟ التامل. وفي نوعين من التامل، عشان الناس متعوده على التامل نوع معين يعني، بس دي قصه يعني. وبنشتغل على المايند، على العقل، من خلال تمرينات النفس، لان البريفنج هو اهم حاجه. التنفس اهم عمود في اليوجا، هو التنفس. دايما يتقال لي ان احنا ما بنعرفش او بنتنفس غلط. يعني ايه بنتنفس غلط؟ لو اتنفسنا غلط هنموت. لا مش هنموت، بس احنا اغلبنا بيتنفس غلط بطريقه اسمها بناخد الشالو بريث، بنتنفس فقط من القفص الصدري. النفس بتاعنا بيبقى ضيق. النفس الصح ازاي؟ ان انت لما بتحط ايد على بطنك وايد على الصدر على التشست، مع الانهيل بطنك بتطلع لبره زي البالونه، مش العكس. اغلب الناس بتتنفس العكس، انها مع الشهيق بطنها بتخش لجوه. جرب كده. لا تعالي نعمل. يعني لما بتاخد الانهيل الشهيق، طبيعي ان البطن بتطلع لبره. ليه؟ لان القفص ده كرش كبر قوي. ليش في بالونه بتطلع؟ هو لازم البالونه دي، ده صح. البالونه دي يعني دايفرام، اللي هو القفص يعني. الدايفرام بالعربي اللي هو ايه؟ لا ما اعرفش. اللي هو المهم الحجاب الحاجز. حجاب الحاجز. حجاب الحاجز بينزل لتحت، بيدي اللانكس الرئه المكان بتوسع ان هي تتنفس احسن. طب يلا نعمل فمع الشهيق. تاخد انهيل بطنك تطلع.
لازم دايما ظهرنا ستريت. اهم حاجه العمود الفقري، فاحنا مع الانهيل بطننا بتطلع لبره زي البالون، النفس يطلع اب لللانجز من التشست، ومع الزفير بيبقى العكس، البطن بتخش لجوه زي البيبي وهو نايم، تلاقي بطنه طالعه نازله. يا واحد يعني المفروض وانا نايم انا اتنفس كده اصلا؟ الوقت الصح اصلا ان احنا بنتنفس فيه اوتوماتيكلي طبيعي مظبوط واحنا نايمين. عشان كده بنسخر. مش عارف. في الغالب. لو تعبانين بالذات. طب انا ساعات بحس ايه ان انا بتنفس صح وساعات لما ببقى ستريسد او عصبي بحس ان انا ما فيش اكسجين بيخش لي. ما طبعا لان انت النفس هنا بيبقى ضيق. هي اليوجا بتشتغل على النيرفس سيستم، على الجهاز العصبي. والجهاز العصبي بيبقى فيه منه السيمباثاتيك اللي هو السيمباثاوي والباراسيمباثاتيك. السيمباثاوي اللي هو لما بنتوتر، يعني مش بنتوتر، اللي هو فايت او فلايت، لما بيبقى عندك مهمه يطلع عليك مثلا كلاب اوتوماتيكلي بتتحرك بسرعه، فيا بتفايت يا بتفلايت. اليوجا بقى بتشتغل على الباراسيمباثاتيك اللي هو الريلاكس والدايجست والهضم. ايوه والهضم والريلاكسيشن. وده بيحصل. انت دارسه ايه؟ انت دكتوره؟ لا انا مش دكتوره، انا دارسه اصلا، انا كنت بزنس ادمنستريشن وعامله ماسترز في اداره المشروعات، وبعدين عملت اللايف كوتشنج بتاعتي تبع جامعه في مدريد، يعني اسمها فرانسيسكو دي فيتوريا، وكوتش معتمد في الاتحاد الدولي للكوتشنج، ودرست 500 ساعه يوجا. اوكي. هي بالساعه؟ اه زي الطيارين؟ الطيارين اللي بيسوقوا طياره مش ديليفري. اه فطبعا كل الحاجات دي بتاخدها، بتاخد بقى الويفنج. اتفضل. وانت ايه اللي خلاكي تخشي في الحاجات دي؟ لا دي قصه. لا احكي لنا بقى، عايز اعرف. تعرف دخلت ازاي؟ والله مش عارفه اقول لك. طيب عامه انا بحس انا عامله لايف كوتشنج. يعني انت دايما بيكون في تيرنينج بوينت في حياتنا، كل واحد بيحصل له حاجه في حياته مفارقه كده بتغير له طريق حياته كله. صحيح. سواء بقى الحاجه دي واتقابل. كانت عندك وحشه؟ فكان عندي يعني مش وحشه، بس كان عندي تيرنينج بوينت ان انا كنت محتاجه ان انا اشتغل فيها على روحي. فلما اشتغلت على روحي من خلال ان انا دخلت الكوتشنج لقيته انه ساعدني جدا، فحبيت ان انا زي ما ساعدني ان انا اساعد الناس، اخدته من الانتنشن دي. ولما كنت انا بحب اليوجا جدا، فلقيت ان اليوجا والكوتشنج في بينهم حاجات كتير كومن، عشان كده فتحت مكان في اسكندريه، مش هقول اسمه يعني لو ده قول يعني. اسمه ناماستي. ناماستي دي كلمة هندي. هلو بالهندي. مساء الخير، أصل رحت الهند. بس ليها معنى ديبر، يعني هي ليها معنى كمان أكتر. ناماستي. فدخلت الاثنين في بعض، حتى كلاس اليوجا بتاعي بيبقى داخل فيه كوتشنج، لأن الاثنين قد إيه فيهم حاجات كومن، بيشتغلوا على الوعي، بيخلوك بريزنت وفوكست، مركز، عايش اللحظة الحالية البريزنت مومنت. طبعا الاثنين بيخلوك تعرف ازاي تو مانج يور ثوتس، ازاي نتحكم في مخنا، مش مخنا اللي يتحكم فينا يعني. مره قلت حاجه وفي بعض الناس ضحكوا عليا. ايه انا كنت بلعب يوجا زمان. برافو. وما زلت على فكره. وقلت ان اليوجا ساعدتني في حاجه مهمه قوي في حياتي، في الصلاه. صح. صح؟ صح طبعا. لان انا بشوف ان الغرض من الصلاه سواء انا مسلم مسيحي اي ديانه، ان انا التقرب من الله. مظبوط. وان انا يبقى عندي حاله خشوع، وان انا بقى ما اقعدش وانا بصلي افكر هاكل ايه، هلبس ايه، هقبض امتى، هروح فين، الكلام ده كان بيحصل. فان الواحد يوصل ان هو يبقى عنده خشوع في الصلاه، ان انت تبقي حاسه ان يبقى عملتي بقى علاقه روحيه كده وطلعتي روحك بتصعد. انا بشوف هو ده يعني، طبعا مع احترامي لكل الناس، طبعا هو ده الصلاه المظبوطه، هي اليوجا او المنضبطه. ما هو ده اللي انا عايزه اقول عليه. اليوجا بتعلم الانضباط. لا مش انضباط كمان، هو في حاجه اللي اسمها التامل الواعي الداخلي والتامل الواعي الخارجي. التامل الواعي الداخلي هو اللي احنا بنعمله في البريدنج تكنيكس، انواع التنفس يعني كتير جدا، عايزه لها يعني قصه حلقه يعني. لكن التامل الواعي الخارجي انك ازاي تبقى مايندفول، عندك يقظه ذهنيه، ازاي انك انت تفعل الحواس بتاعتك في كل حاجه بتعملها في حياتك. ان حياتنا بقت رتمها سريع، كل حاجه بنعملها بسرعه بسرعه من اول ما بنقوم للنوم لحد ما ندخل ننام. صح. فاليوجا هدت. انا حد كنت من الناس اللي حركتي كتير قوي، وكان عندي كمان مانكي مايند اوفر ثينكينج، وافكر ونط الافكار من فكره لفكره. هدت، عملت سلو داون، بتخليك عايش اللحظه فعلا بريزنت، وكل ده بيجي بالبراكتس عشان ابقى صادقه مع الناس يعني. فهو ده اللي بيخليك يبقى عندك كواليتي في كل حاجه، الجوده. الجوده وانت بتشرب حتى كوبايه القهوه. صح. الجوده وانت بتصلي. الجوده. وخليني اقول لك، عارفه ده نافعني في ايه؟
نفعني لما في الفتره ما كنت عيان وعمليات وكيماوي وحاجات زي كده، جايز ناس شويه كانت مستغربه حتى دكاتره ما شاء الله ان انا كنت يعني قوي شويه لحد ما، يعني اعتقد ان ده كان برضو بسبب اليوجا. احنا كنا عاملين قبل كده في نماستي وركشوب على يوجا فور كانسر للناس المرضى السرطان. هي مش بتخفف لكن هي بتقلل السيمتمز الاوجاع بتاعه الكيمو. الحاجه الثانيه ان هي بتزود المناعه لانك طول الوقت بتتنفس، عشان كده دلوقتي الدكاتره بقت تكتب للناس العب يوجا، لان اليوجا اهم حاجه النفس اللي احنا مش بنتنفسه كلنا، بتدخلي اكسجين لجسمك كله طبعا، بيزود المناعه، بيدخل للانترنال اورجنز الاعضاء الداخليه فبتشتغل احسن. البنكرياس محتاج اكسجين كويس عشان يشتغل، العقل محتاج اكسجين عشان يهدى. هل لو الواحد عنده وجع وتنفس صح واخد الاكسجين وجهه وامره انه يروح للوجع ده، الوجع بيقل؟ احنا دايما بنقول للناس كده بالفيجواليزيشن، بس طبعا ما يبقاش وجع يعني فظيع محتاج، بس مثلا بس ممكن الواحد يجيله صداع يعالجه باليوجا. في اصلا بريدنج تكنيكس للصداع، في للارق، في للفوكسنج التركيز، التركيز لا اليوجا الموضوع كبير قوي، اليوجا حياه يعني. انت تجيلنا بقى كتير. انا عايزه اقول لك انا نفسي الناس كلها تلعب يوجا طبعا، قد ايه هتفرق في حياتهم. احنا بنقول عليها رياضه، هي رياضه بس بتشتغل على الثلاث حاجات اللي قلت لك عليها في الاول، العقل والجسد والروح، الرياضه الوحيده اللي بتشتغل على كده. اوكي، في حاجه اسمها يوجا وفي حاجه اسمها باور يوجا. اليوجا ليها انواع كتير. اوكي اوكي، طلع بقى من تحت الهاثا يوجا اللي هي اليوجا الام اللي هي الحركات التراديشنال، اسماء كتير بقى. الباور يوجا للناس اللي بتحب بقى سترينث وتعرق وكده، الين يوجا حاجه بتشتغل على الفيمينين انرجي بتاعتنا، انواع كتير بتاعتكم انتوا ستات والرجاله، احنا الاثنين عندنا فيمينين وماسكولين، فاتس اول اباوت بالانس الاتزان. لو قلتي كده الرجاله في مصر مش هيلعبوا يوجا ابدا. لا ما هو انت عارفه احنا في مجتمع ذكوري، ما هو لازم يفهم هيتخضوا مش هيفهموا، ده قله وعي. لكن هو فعلا كلنا عندنا الطاقه الانثويه والطاقه الذكوريه، رجاله وستات، اللي هو الدوينج والبينج، هو اهم حاجه البالانس الاتزان. الاتزان. طيب اتكلمنا شويه، تعالي بقى نشوف الحركات اللي هتعمليها. اوكي جاهزه؟ عايز حركات بقى سهله في العموم، سهله، عايز حاجات سهله. الناس دلوقتي يبقوا قاعدين في البيت هيحاولوا يعملوا اللي انت هتعمليه، هتقلعوا الجزمه. ممكن اعمله كمان على الكرسي. طيب. يعني حاجات لازم نبقى لاقيين الجزمه. لازم طبعا. اعملي اللي على الكرسي الاول. عامله على الكرسي الاول. انا يعني اول حاجه كده للسنه الجديده الناس عايزاها اول ما تصحى من النوم تعمل كام روتين. بص لهم بقى قول لهم. روتين ان احنا اول ما بنصحى من النوم اول حاجه بنعملها ان احنا بنمسك الموبايل، نشوف الاخبار التعيسه اللي هنشوفها اللي هتجيب لنا ستريس في حياتنا، فنبدا نغير عادات صغيره اهمها ان احنا نمتن، نشكر ربنا ان احنا اصلا صحينا من النوم. تاني حاجه نقعد على طرف السرير نعمل شويه ستريتشز مع النفس. اوكي، اول حاجه وانا قاعد اهم حاجه في اليوجا العمود الفقري دايما comes first، والقعده الصح، لان احنا من كتر القعده بتاعتنا اللي على الكمبيوتر وعلى الكرسي بقى جينا كمان ديسك وللولاد الصغيره. القعده الصح ازاي؟ اسهل حاجه ارفع الكتف فوق باك وداون، فانا كده فتحت التشست بتاعي عشان اعرف ان انا اتنفس، الرقبه مرتاحه خالص والدقن لجوه شويه. اوكي، ودني فوق الرقبه فوق كتفي فوق الهيب. تمام، وابدا وانا صاحي انهيل وافتح التشست اطلعه لقدام خالص، وما رجعش راسي قوي لورا، دايما كيرف الرقبه يكون زي ما هو. ومع الزفير الاكسهيل بدخل بطني لجوه وابدا ان انا اكور السباين، اكيرف العمود الفقري من تحت لور باك ميدل باك ابر باك ودقني هنا. انا لسه بقول يا هادي بعمل ايه، بفك فقرات العمود الفقري اللي هو اهم حاجه اللي هو شايلنا، واكسهيل، واهم حاجه النفس، واحاول كل النفس بتاعي يكون من المناخير، انهيل واكسهيل. ده انا لسه صاحي من النوم، وارجع تاني في النص حركتين تانيين، ان انا ابدا مع الانهيل وانا في النص في اكسهيل اتويست، احط ايد على رجلي اور بنفسي الف الف، وانا بلف ببص على الكتف بتاعي فكده بسترتش الرقبه. أوكي. وكل الحركات اللي فيها بتعمليها من الناحيه الثانيه التويست، ارجع باك تو سنتر انهيل اكسهيل تويست الناحيه الثانيه، كل الحركات اللي فيها تويست انت بتعصر الانترنال اورجنز، بتعمل سكويز للاورجنز اللي هنا، فده بيعمل ديتوكس
عشان كده اليوجا بتعمل ديتوكس، يعني هي بتنظف السموم من الجسم، بتنظف السموم في الاعضاء الداخليه. ليه؟ بتعصر الاعضاء، لانك بتعمل قوي كده في بقى الكبد والكلى والبنكرياس والقولون، كل الحاجات دي بتعصر. فلما بترجع في النص الاكسجين بيجري على الاماكن اللي احنا كنا عصرينها دي. كده حركتين. حركه ثانيه ان انا وانا برضو على السرير بريح مثلا ايديا خالص، ابدا استرتش مثلا رقبتي، انهيل واسترتش هير، مريحه كتفي خالص تحت، وافضل تو بريذ ان اند اوت كله من المناخير، واحاول زي ما اتفقنا في الاول بطني تطلع لبره زي البالون. لو رفعت ايدي اب شويه هحس بالاسترتش في حته ثانيه. اوكي. اند داون. لو نزلت راسي لتحت السنه هحس بالاسترتش في ورا. اوكي. وكل حاجه، اهم حاجه في اليوجا دايما نقول listen to your body، تسمع لجسمك. المفروض ما نحسش بالم، ممكن نحس شويه uncomfortable بس مش الم. فده اللي هو stretch للرقبه، بتفك كل المسلز اللي حوالين عضلات الرقبه. breathe in and out، ارفع ايدي up، وكل ده بقى مع النفس. فتخيل ان انت بتتنفس وبتعمل stretches، فانت اصلا هتبقى عامل ازاي، بادئ يومك ازاي. حاجه تانية برضو للسباين، ممكن ارفع ايدي up ومع الاكس هيل اباند، فببدا احس بستريتش هنا في الجنب وافتح التشست. اهم حاجه دايما فاتح التشست بتاعي. لو عايز تبص اب اوكي، لو حد عنده مشكله في الرقبه يبص قدام. ام باك تو سنتر. في حاجه صعبه هنا؟ لا. ممكن حاجه برضو بسيطه، نفرد رجلينا. ليه؟ كل العضلات دي بتبقى ضيقه، الهامسترنج الضيق بتاعها هو اللي بيسمع ويجيب لنا الام في اللور باك، في الظهر من تحت. فعشان كده اتس فيري امبورتنت، ابسط حركات ان انا بس المشط بتاع رجلي، انا كده بجري كل الدم في جسمي. ان انا اعمل الجوينتس بتاعتي. كل ده اول ما نصحى. سيركلز. كل ده احنا على السرير لسه. كل ده احنا على السرير. خلاص يبقى امتنينا، عملنا امتنان، اتنفسنا، نسينا الموبايل خالص، ابدا بقى احط نيه حلوه لليوم، هبدا يومي عامل ازاي. لان النيه دي اهم حاجه، الباور حاجه لطيفه قوي اللي بتقوله ده. وبيجيب نتيجه والله، بس يعني بالتجربه. عايزه تعملي حاجه على المات؟ اه ممكن اعمل حاجه على المات. هنقلع، احنا قلنا اليوجا لازم نقلع الجزمه. وعشان ايه؟ الرجل تكون مرتاحه. غير الرجل، احنا رجلينا اصلا فيها طاقه، فيها سنتر اوف انرجي. فاحنا عشان كده في ريفلكسولوجي. عشان كده وعشان كده لما انت حتى بتمشي على النجيله، بنمشي على الرمله، احنا بنشحن. صح. بنطلع طاقه سلبيه وبندخل طاقه ايجابيه. اوكي. اوكي، فايتس ريلي امبورتنت. اوكي. اوكي؟ هقلع بقى. نعمل لكم. مشاكل عندنا. طيب. ده هنعمل حركات على الارض، هل في حد ممنوع منها ولا اي حد ممكن يعملها؟ انا هعمل مع... يعني هقول لك. اوكي يلا. وانا بعمل الحركه اي ويل تيل، مش هلبس ده على ريستي بس عشان ده ايه. اوكي. وانت بتعملي الحركه هتشرحي تقولي دي ممنوعه لكذا. مفيش حاجه، النهارده عامله حاجات سهله. أوكي. اللي انا عملته على الكرسي دلوقتي هو هو اللي احنا ممكن نعمله واحنا قاعدين. يبقى بصل للناس. هبص هنا. فاللي انا عملته وانا على الكرسي ممكن ناس تعمله على المات. بتقعد، واهم حاجه في اليوجا العمود الفقري، عمودنا يكون. طب بصي هسألك، هتبصي كده اهو. اوكي. اوكي. في ناس مثلا وهي بتجيلي القعده دي مش مريحاها، ففي بيبقى بلوك ممكن نحطه ونقعد عليه. اهم حاجه في اليوجا هو السباين، دايما العمود الفقري comes first. اوكي. فنفس الحركات اللي احنا عملناها هنا نعملها برضو هنا، ان احنا تستريتش. بصي انا هقف لك هنا عشان ما تبصليش. طيب اهو هعمل كذا حركه دلوقتي هنا، نفس الحركه اللي عملناها على المات واحنا على الكرسي، بس هنعملها ان احنا الريست بتاعنا تحت الالبو تحت الشولدر. اوكي. فاتح الصوابع بتاعتي، ودايما في هنا عظمتين ابقى متاكده ببوش بيهم. اوكي. حاسس بيهم. رجليا مفتوحه، الركبة تحت الهيب، ومن هنا نفس الحركة اللي عملتها وانا قاعد على الكرسي، اللي هو تعمل مرونة في العمود الفقري. انهيل، ابدأ ان انا افتح الشست اب واخد الانهيل مع الزفير، بطني تدخل لجوه وابدأ تراوند السباين حتة حتة. العمود الفقري، العمود الفقري. اكزاكتلي. انا هنا بعمل ايه؟ ده بيدي مرونة للعمود الفقري، بيريح الام اللور باك. ده مهم قوي في اليوجا، اسمه كاتان كاو، ودايما بنورم اب بيه، بنسخن بيه. اوكي. ويبداوا مثلا خمس عدات مثلا في الاول. اوكي. ام باك تو سنتر. حاجه ثانيه، ابدا ان انا ممكن ناس ركبها تبقى وجعاها، ممكن تتني المات، ممكن تحط اتنين مات فوق بعض، ممكن تعمله على الكرسي زي ما احنا كنا عاملين. اوكي. اوكي.
حاجة تانية ان انا ابدأ هنا ارفع رجلي افلكس الفوت بتاعتي يعني مشتي لتحت. اوكي انا عندي هنا ميزان من الجنب يا جهري لو سمحت رجلي. ايوه بالظبط كده. ميزان الجسم عندي هو مين؟ البلفس الحوض. فدايما العظمتين دول في السنتر. اوكي ابدا هنا اتنفس واحده واحده. ممكن ناس تتشالنج نفسها ان هي ترفع الاوبوزيت ارم كان حد بيشد ايد وحد بيشد رجل. دي بتعمل ايه؟ دي بتعلمنا ان احنا نبقى مركزين في نقطه ثابته، لان دايما اليوجا فيها نقط ثابته بنركز فيها. بتعلمنا نبقى متزنين بالانس، لان برضو باي تايم الناس بتبقى مور بالانس. مع الوقت بيبقى فيه اتزان اكتر. اه وعمرك ما هيبقى عندك جسم متزن بمخ مش متزن. احنا دايما نقول you will never have a balanced body but unbalanced mind. اوكي في حاجه تقول about the mind. في حاجه تانية؟ في حاجه بقى ممكن على الظهر. حاجه ده كل الناس بتحبه جدا البريدج بوز. ان انا وانا بنام على ظهري مريح خالص، الركبه فوق الهيل فوق الكعب، رجليا بعيد عن بعض شويه. لو الناس عايزه تظبطها ممكن تحط بلوك في النص. تمام وابدا ان انا اخد الانهيل وارفع الهيب اب. كل العضلات دي شغاله. ده بيعمل ايه؟ اولا ده بيريح جدا الظهر اللور باك، بيشتغل على الجسم على الهيبس والهامسترينج. والحاجه كمان ان دايما راسي ان ذا ميدل، فهو بيعمل ايه هنا؟ مفيد جدا للتايرويد للغده. ومع الاكسهيل داون وارجع تاني واكرر انهيل. ممكن ايديا تلمس الهيلز تمسك الكعب، ممكن فور ديبر ستريتش مثلا اشبك ايدي من تحتيه واخلي بالي دايما ان راسي ان ذا ميدل رقبتي وان كتفي راوند لورا. وكل ده وانا بتنفس افندم. كل ده وانا بتنفس. لو ما تنفسناش مش هناخد الفايده من البوز. اوكي تمام تعالي بقى استريحي تعبناكي. كنت ممكن اقول لك اكتر والله. المره الجايه عشان نشوفك تاني. انا تعبت عشان كمان الوقت. ها بس خلينا كده اتعرفنا عليكي، كلمنا كتير على اليوجا وشفنا بعض التمرينات. قولي لنا كده نبذه، انت لايف كوتشنج بتساعدي مين؟ ايه نوعيه الناس اللي بتساعديها؟ ونزلوا لنا الفيسبوك والانستجرام على الشاشه. ضلي. بس نوعيه الناس اللي بساعدها؟ يعني هل اللايف كوتش بيبقى مختص في حاجه معينه؟ انا برضو يعني بساعد ناس كتير في كل حاجه. حاجه معينه؟ لا واخده اللايف كوتش عاديه، ما لايف كوتش وسبورتس كوتش كمان. بساعد الرياضيين بشتغل معاهم على الصلابه الذهنيه، لان اكتر ناس كانت بتبقى فيري ستريسد قبل ما كلنا نبقى ستريسد يعني بيبقى الرياضيين وهم داخلين التحديات بتاعتهم والبطولات. وحتى الولاد الصغيرين اللي بيجوا يتمرنوا بيبقى في ضغط من الاهل، ضغط من الكباتن، ضغط منافسه. صحيح. فبيدخلوا في حته منطقه اسمها البيرن اوت اللي هو الاحتراق النفسي، واحنا كلنا ممكن ندخل في المنطقه دي. كلنا محترقين نفسيا. فلازم نلحق نفسنا قبل ما نحترق. ماي صقر شرفتينا ونورتينا. ميرسي. ميرسي انت جيتي لنا مخصوص من اسكندريه ونشوفك تاني عندنا في 14 20. شكرا جدا. كل سنه وانت طيبه. وانت طيب. شكرا ليكي. وخلونا نختم دلوقتي اغنية لطيفة جدا مع مزازيكي يومنا النهاردة، واتمنى تكونوا اتبسطتوا عندنا ونكون معاكم بكرة في نفس ميعادنا. شكرا ليكم وباي باي. مزيكا يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي اللي بحبه ناصرني بالسيارة. يا ستي يا ختيارة يا زينة كل الحارة، حبيبي اللي بحبه ناصرني بالسيارة. حبه حبه ما بقدر خبي وعيونه خلت قلب بتلرمد السيجارة. فرم 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 ولا فستاني الاحمر عازمني عالسهريه دلينا وين بنسهر. بلبس فستاني الاخضر ولا فستاني الاحمر عازمني عالسهريه دلينا وين بنسهر. بحبه بحبه ما بقدر خبي وعيونه خلت قلب مثل رماد السيجاره. برم 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 بر